بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم قنوات الفتح لمشاهديها الكرام هذا الفاصل المحزن الجديد وعنوانه: لمن وجهت سعاد رسالتها؟ لمن وجهت سعاد رسالتها؟ لمن وجهت سعاد رسالتها؟ أيها السادة الكرام، هذا الفاصل على غرار فاصل قناة البركة المشهور أثناء قصف العدو الصهيوني لمدينة غزة، واتصلت بنا ابنتي فاطمة من غزة وذكرت حالة عصيبة، فبكيت بكاء شديدا وقلت: لمن وجهت فاطمة رسالتها؟ أنا اليوم أقول: لمن وجهت سعاد رسالتها؟ سعاد ورقتها معي الآن، ورقة مكلفة، ورقة محزنة، ورقة مؤسفة. سعاد عروسة، أو كان ينبغي أن تكون عروسة، عروسة يتيمة، كأنها يتيمة رغم أن والدها لا زال حيا، لكنها في حكم اليتيمة. هي فقيرة، والدها لا يقدر على تجهيزها، فهي في حكم اليتيمة، فقلنا يتيمة بحكم الواقع، لكنها لا زال والدها حيا واسمه محمد. سعاد أيها السادة الكرام، تأجل فرحها مرات عديدة، وهددها خطيبها إذا لم يتم الزواج خلال أيام سيتركها إلى الأبد. تتحول سعاد من عروسة إلى مطلقة لأن كتابها مكتوب. أيها السادة الكرام، لم تحتمل سعاد هذا الضغط النفسي العصبي عليها، فسكبت الجاز على نفسها وأشعلت في نفسها النيران. تلقينا هذا الخبر صباحا، تلقينا هذا الخبر صباحا، وعندما عدت ليلا من السفر قلت لأحد المساعدين: اتصل بهم كي نطمئن عليها ونسارع في تجهيزها. كان هذا الساعة الواحدة ليلا بالأمس في ليلة حزينة، فقال أبوها محمد: نحن الآن راجعون من دفنها. لمن وجهت سعاد رسالتها؟ رسالة حزينة كان مثلها يحلم أن يلبس فستان الفرح، فلبست كفنها